اهلا بيكم في ايه البتاع اللي طالعه لي دي، مش عارفه ايه الكلمه دي. اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، في فيديو جديد هنتكلم فيه عن ريليشن شيب تيبس. واكتر سؤال بتساله الفتره دي هو ازاي نتعامل سايكولوجيكلي او نفسيا مع شخص بتجاهلني، او شخص يعني بقى بارد معايا بعد ما كان مهتم بيا، او كنا قريبين بعض فجاه طريقه تعامله معايا اتغيرت وبقى بارد وبقى بتجاهلني. كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، تقولوا يتفرج عليا من فين، وخلونا نجاوب على السؤال ده. هو هي البتاعة دي طلع يا جماعة، في كلمة مكتوبة هنا مش عارفة اشيلها ازاي. ثانية واحدة كده. طيب فالنهاردة الفيديو عن ريليشنشيب، والسؤال ده مهم جدا وهنعمل حلقات كتيرة. يعني دي حلقة رقم واحد في سلسلة حلقات كتيرة قوي هنتكلم فيها عن تجاهل الشخص اللي بيحبك، او تجاهل حبيبك، او ان هو يتعامل معاك ببرود او بقلة اهتمام، او طريقة تعامل معاك تتغير. طيب طبعا دي حاجة بتضايق جدا، وخاصة لو انت حاسس بمشاعر حقيقية ناحية الشخص ده. يعني لو انت بتحبه بجد، لو انت معجب بيه بجد، وفجأة هو بدأ يتجاهلك، بدأ يحسسك ان انت مش مهم بالنسبة له، وبدأ تتصل بيه ما يردش، تبعت له مسجز يشوفها ما يردش او ما يفتحهاش اساسا، انت المفروض تعمل ايه؟ قاعدة رقم واحد او نصيحه رقم واحد، اياك والزن. الزن يعني ان هو ما بيردش، مش مستعنيك، مش مهتم، وانت تفضل تقول له هو انت ما بتردش ليه، وتتصل وتبعت له وتتصل وتبعت له وتتصل وتتصل وتبعت له، وهو متجاهلك ما بيردش عليك. يبقى رقم واحد ما تلحقش الشخص ده، ما تجريش وراه، ما تعملش تشيزنج ليه، ما تزهقوش في حياته، لان انت ده بيقلل قيمتك اكتر، او بيقلل يعني بيقلل من صورتك الذاتيه قدام نفسك او قدام الشخص ده. فبليز يا جماعه دونت دو ذس، ما تعملوش كده. ما تقدرش تقعد تزن، ما تقدرش تقعد تلحقه وتجري وراه، لان ده بيقلل قيمتك قدامه وبيخلي منظرك وحش، بيخليك مش واثق في نفسك. طبعا احنا كنا انا عن نفسي كمان كنت كده، بيبقى متغاظين قوي، عايزين نفش غلنا في الشخص ده. يعني اللي هو بقى ايه، لا انا متغاظ وعايز تنفجر في وشه وتطلع كل الطاقه بتاعتك في وشه عشان انت مش طايقه. لا، فده غلط. يبقى غلط كلنا للاسف بنعمله، وانا كنت بعمله انا كمان لما اكون متضايق من حد وانا بكلمه بردش عليا، فاتغاظ اكلمه تاني عشان انا متغاظه عايزه اتخانق معاه، عايزه اهزقه، عايزه ادخل شمال فيه، فهو ما يردش اتصل تاني، هو ما يردش اتصل تالت. فبلاش نعمل الحركة الغبية دي اللي هي مستفزة وبتستفزنا، مش طايقين نفسنا. فالحركة دي غلط جدا جدا. اوكي، يبقى رقم واحد بلاش ملاحقة، بلاش اتصالات كتير زي ما قلنا كده. رقم اتنين هو ان انت ما تفضلش مثلا تحط بوستات تلقح عليه. يعني ازاي؟ طبعا دي احنا بنعملها، والستات بتعملها بقى ستوريز وبوستات وايه، يعني يا ريت الغبي يفهم، يعني فاهمين دي غلطه. يعني برضو مش هنزل بوستات او بوست يعني وستوريز وننزل صور فيها تلقيح على الشخص ده على السوشيال ميديا، بالعكس. اوكي، قاعده رقم 3 هو ان انت هتعامله بنفس الطريقه. يعني هو بطل بيتجاهلك، خلاص هنعمل ستوب، هنعمل وقفة. انا عارفة ان الموضوع صعب، وعارفة ان الموضوع بيبقى مستفز جدا، بس خلاص يبقى انت ولا هتكلمه ولا هتبعت له ولا هتلقح عليه ولا هتكلم صحابه ولا هتبعت له حد من صحابه، كل ده هيقف. ماشي، هنعمل very deep stop. اوكي، ركزوا يا جماعة، لان انت لما بتعمل كده انت بتهين نفسك وبتقلل من قدرك وبتقلل من قيمتك. طب هعمل ايه بقى؟ خلاص انا هتجاهله خالص وما اعملش بلوك. يعني انا كراشه انا ضد البلوك قلبا وقالبا. يبقى انا هسيبه عندي على السوشيال ميديا عادي، بس هو مش موجود. بعدين ما اقعدش بقى مركز في الموضوع، لان انت كل ما بتركز في الموضوع انت بتستفز نفسك اكتر. بالعكس خالص، انا البتاع دي مش عارفه اشيلها ليه. دي كمان بيحط لي ماسكارا. طيب يبقى انا مش هبقى عايزه ان انا يعني ايه، مش هفضل اجري ورا الشخص ده وايه، وما افضلش بقى حاطه الموضوع في دماغي وعماله راقبه وعماله، خالص اتجاهل الموضوع. انا كمان اتجاهله واتجاهل الموضوع في دماغي، مش اتجاهله قدامه وبقى انا عماله بحرق وبنكت لا، انا كمان لازم اتناسى الموضوع، اركز في حاجه بحبها، اركز في نفسي، اقيم نفسي، اتعلم حاجه جديده، اتعلم مهاره جديده، اشتغل على نفسي، اطلع اخرج مع اصحابي، اروح الجيم، يعني احسن من ذاتي عشان ابقى افضل.
اما الشخص ده مش هفضل حاطاه في دماغي، مش هبقى انا متجاهلاه قدامه وقدام نفسي بقى عماله ما بعملش اي حاجه غير ان انا بفكر فيه. يبقى لازم اقاوم تفكيري فيه، كل ما يجي في بالي افكر في حاجه تانية، اعمل حاجه مفيده لنفسي، يعني اركز افوكس اكتر على مستقبلي، على نفسي، على نجاحي، على شكلي، على شكلي دي حط فيها 60 خط. اقول لكم على حاجه، كلنا 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 بنندم على الشخص اللي لما بنسيبه شكله بيحلو، اللي هو بيبقى احلى اشك اجمل، صح ولا لا؟ يبقى انا اركز على نفسي، لو انا مش جسمي وحش اروح العب رياضه عشان جسمي يبقى حلو، ما بعرفش البس اقعد انظم دولابي اشوف ايه على ايه، اتفرج على فيديوز بتاعت فاشونيستا كده اللي هو مثلا كذا حاجه تتليق، يعني في 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 فيديوز انا بشوفها بتوع بلوجرز فاشن بلوجرز يوريكوا القطعه الواحده تتلبس ب60 طريقه، اجيب حزام اعمل له ستايلنج، رجاله كمان يعني اشتغل على انفست في نفسي بدل الوقت اللي انا بانفست وعماله بعيط على شخص ملوش اي 30 لازمه اللي تجاهلني، لا استخدم الانفستمنت ده ان انا اطور من ذاتي، ان انا اطور من مهاراتي، اتعلم مهارات جديده، اتفرج على فيديوز تنميه بشريه، اقرا كتاب. فالوقت ده لما اتعلم احط ميك اب، لو انا بنت اجيب فيديوز توتوريال كده بدل ما اجيب ميك اب ارتست واشتري الماتيريال واتعلم، اتعلم مهاره جديده. فدي حاجه مهمه جدا. اوكي طيب، قاعدة رقم 4، الشخص ده بعت لي ما ردش عليه على طول. اوكي هيبعت لي ليه بقى؟ هو بعد فتره لما انت تكون مدلوق على حد على فكره وعملت زن عليه وفجاه تختفي، هو بينه وبين نفسه يقعد يسال نفسه ايه ده، هو راح فين، هو مش بيسال عليا ليه، هو اختفى فين، هيبقى عنده فضول يعرف هو في حد دخل حياته ولا لا. فساعتها هو هيحس ان هو انت مبقتش مضمون في حياته، او انت بقى عندك شايف لك شوفة تانية، فيقول ايه ده. فالشخص ده يقول ايه ده، هو بدأ ينساني ولا ايه، هو بدأ يبقى عنده حد تاني في حياته ولا ايه، ايه ده، هو ممكن حد تاني يلفت انتباهه. فهيخاف، هيحس بعدم امان في العلاقة او insecurity. ليه؟ لان انت طول ما انت بتزن وطول ما انت يقولك ما هو قاعد موجود مركون على الرف كده، انا العب لعبي كله في الاخر هاجي الاقيه قاعد تاني مستنيني حاطط ايدي على خدي اقول له بقول له هاي، هيجي زي مش عايز اشتم على طول. فلما انا يعني اختفي وبقاش بزن وكده، هو هيحس ان ايه ده، هو بطل يزن ليه، هو راح فين. فهيبعت لي، لما يبعت لك ترد على قد الاجابه، يعني السؤال على الاجابه على قد السؤال، وتحطه فول ستوب كمان، يعني وما تردش على طول، يبقى مش هترد على طول، هترد على قد السؤال بالظبط وتحط له نقطه كمان. اوكي يقول لك تعالى ننزل، مش يلا بينا بقى وانا جاي بسرعه انا جاي وحاجات كده، قول له هتشك وهرجع لك تاني او هشوف مواعيدي وارجع لك، ما تدلقش. هتعمل تبقى مرايه ليه، هتستخدم نفس اسلوبه، بعت لك تبعت له، مش بعت لك تقوم مكلمه، كلمك ومثلا انت ما ردتش عليه ترجع تكلمه، ويبقى تبقى متجاهله كده في الكلام او ايه اختصار شديد، ما تلغيش معاه، حسسه ان انت خدت منه الصلاحيات بتاعته. هو زمان كان شخص مميز بالنسبه لك او قريب منك، فانت كنت مديله باور ومديله صلاحيات، هو دلوقتي خلاص فقد الصلاحيات دي ان هو بعد وهو تجاهلك، فانت لازم تحسسه ان في فرق. لا ما انت مش هتبعد وتتجاهلني وتعمل فيا كل ده وترجع تلاقيني قاعد حاطط ايدي على خدي ومستنيك، الكلام ده غلط جدا يعني. طيب لما شخص يتجاهلك تعمل ايه؟ لو في كومنتس فريند ما بينكو، بلاش تحسس الناس الكومن ان الموضوع حاسس في نفسيتك، حتى لو انت بتتقطع من جواب، حتى لو انت بتتقطع من جواب حسسه عادي يعني، ولو جه سالك عنه قول له كويس مش فارق، يعني لازم يحس ان هو مش فارق معاك قوي. يا جماعه لو حد بعيد عنك ما تحسوش ان حياتك، ما ينفعش تقول لنفسك ان حياتي هتقف من غيره، انا ما اقدرش اعيش من غيره، ده اهم واحد في الدنيا. لا حبيبي او لا يا حبيبتي، ده مش اخر قطعه في الكوكب، لا في قطع كتير جدا. معلش يا جماعه انا بنام. طيب حد يتجاهلك تعمل ايه كمان؟ بلاش بقى جو النكد على البوست وعلى الفيسبوك وعلى الانستجرام بقى اللي هو انا بتقطع من جوايا خالص. هو لازم يحس ان انت سعيد من غيره عادي جدا، هو مش فارق،
لان انا حاسس ان انت بتتقطع من جواك ومتضايق وحزين، وعملت انت تنزلي في اغاني حزينه وحطيتني خط بقى ومش قادر مش قادر ابعد عنك تاني. لا مش عايزين الكلام ده خالص، لان هو ساعتها هياخد الم في نفسه، احنا مش عايزين نحس ان هو واخد الم في نفسه، صح ولا مش صح؟ فبالتالي بلاش بوستات بقى الحزيني لها قد رأينا الرحيل واديلي وادي، لا مش عايزين الكلام ده خالص. لما شخص يتجاهلك خليك قوي، ولازم تكون قوي. انا عارفه ان الموضوع صعب جدا، الهي نفسك في حاجه، الهي نفسك، اقنع نفسك ان انت بتحب حد تاني، ابعد عن يعني انا عايزك تتناساه وتنساه، يعني مش تتناساه، تنساه وتتناساه، تنساه الاول. لان طول ما انت بتفكر فيه فانت بتركز عليه، لا كل ما يجي في تفكيرك ركز في اي حاجه تانية، ركز ان انت عايز رموشك تهتم ببشرتك، تحلوي، تخسي، تحطي ميك اب، اعملي حاجه انت بتحبيها وشيلي الشخص ده من دماغك. هو ساعتها لما يحس ان هو مبقاش مضمون او ان انت مبقتش بتجري وراه، هو هيجي يجري وراك وهيسال عنك. اتحداك حتى لو اقوى راجل في العالم، معلش اصل انا حمكت معايا بعمل فيديو على الجزمه عشان جالي نملت رجلي نملت يعني، حتى لو هو اقوى رجل في العالم، حتى لو هو يجنن والناس كلها بتجري وراه، وحياة ربنا دي احسن طريقة للتعامل مع شخص بيتجاهلك، ان انت رجعه لمكانته الطبيعية، رجعه زي ما كان، خليه كده شخص بلا اهمية بالنسبة لك، شخص عادي جدا، مش فارق مش فارق مش فارق. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، دي سلسلة رقم واحد، هنعمل فيديو كتير قوي قوي عن التجاهل. يا رب اعملوا شير كتير لاي حد محتاج يسمع الفيديو ده، ولاصحابكم على الواتساب، جروبس الواتساب كلها تبعتوا لها الفيديو ده عشان تتفرجوا عليه. ما تنسوش تابعوني على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى لو اليوتيوب لو انتم بتتفرجوا عليا، مش عارفه تتفرجوا عليا فين. شكرا، بحبكم جدا جدا جدا. وقولوا لي تحت بقى ايه اكتر حاجه ممكن تغيظك، يعني لو انت تجاهلت حد ايه اكتر حاجه تستفزك يعني لو عملها بالحاجات اللي انا قلتها دي. وقولوا لي هل انت لو حد تجاهلك انت بتتعامل معاه ازاي، وانت برج ايه. ثانك يو، بحبكم قوي قوي، شكرا، باي باي، مع السلامه.